انا افتكرت حاجة دلوقتي، افتكرت ان المكان ده اصلا مكان حمام، وعملت الكمبيوتر في الحمام. انا كده هستريم في الحمام بقى، نشيل دي ونحط قاعدة بقى، نبقى قاعدين مثلا. يا نهار اسود، ده انا في دماغي كلام. حط قاعدة هنا كده واحنا قاعدين بنستريم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم بينوكي، والنهارده جينا في فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تدوس اللايك والاشتراك في القناه وفعل زر الجرس يوصلكم كل شيء جديد. طيب قبل ما نبدا الفيديو بقى ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا يا جماعه النهارده هنلعب لعبه ستريمر لايف سيميليتور. طبعا اللعبه دي اتطلبت مني، حد طلبها مني يعني، فقلت اعملها عشانكو بس. يعني يا جماعه من غير ما اطول عليكم خلونا نلعب. طب يا جماعه خلونا بقى نعمل نيو جيم ونلعب. ايه ده؟ ايه الشخصيه دي؟ ده ايه ده؟ بيقول لك تظبط له وشه. لا لا خليه زي ما هو كده. حاجتين بتعكس ضوء الشمس، القمر والصلعه بتاع الراجل ده. الله، وانا مالي يا لمبي. خلاص بقى مش هنلعب حاجه في وشه، خلونا ايه، نخليه زي البشره دي كده. لا انا مش ابيضاني قوي يعني، يبقى كده. ايوه بيقول لك عينه، حط له حواجب بدل. ايه ده يا ابني ده؟ هما نسيوا يحطوا لك حواجب ولا ايه؟ خلينا نشوف التيشيرتات. اه يا ابن ال، هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ شيرت علين جوم يا تسترجل، يالا بسك حاجه عليها قيمه. اسود، اديله شعر ده كده. شعر ده ولا لسه اصلع؟ ده عارف يا جماعه فكرني بمين؟ سليمان عيد. بس هو ده القرف ده. لا لا استنوا بس، عايزين نشوف كله. ايه ده؟ قلوب؟ انا بس يلا رسالة. لا لا عشان تبقى كملت بقى نحط له احمر. عم البس حاجة عليها ليه؟ ما بص عليها. ايوه شورت اسود. ادي حط. خلونا نعمل ابلاي الشخصية ونخش. طب يا جماعة دلوقتي بدأنا على صوت نباح كلب. طبعا يا جماعة انا لعبت اللعبة دي فعلا، بس حوالي من اخر مرة لعبتها كانت من حوالي سنة، سنة او سنة ونص. هتلاقوني مش فاكر فيها اي حاجه خالص خالص حرفيا والله. ايه ده؟ في قائمه مهمات على الجنب بيقول لك تو ماوس. ده ماوس؟ لا ده كلو. ايه صوت الزني ده؟ فين ده؟ اقفل يا اخي، خلصنا من ام انترنت كافي سيميوت تطلع لنا انت. قلبت لعبه رعب، قلبت لعبه رعب. في حاجه هنا؟ ايوه ايوه. ده مين بقى؟ موسى، اسمه موسى. بيقول المهم يعني اللي هو بيقول دوس ايه. هو بيقول بقى تتكلم، هتساله عن جان شوت اللي هو صوت الطلق ولا زيس بلاسة او هذه القطعه. لا نساله على الطلقتين، عايزين نعرف. اي هارد سم اي ما. اصبر يا ابني انا ما لحقتش اقرا. وهساله برضو عن الطلقه الثانيه راحت فين. طب بما ان انا ما عرفتش الطلقه الثانيه عملت ايه، بس الطلقه الاولى عملت ايه، نجيب ايه زبط وصفر تريك اب عشان اصحيك. صح كده، ترجمه بربع جنيه. هاي هاي هاي. اساله بقى عن البي سي جابه ولا لا. جوك وير از ذا كمبيوتر ايه فوت اوف ذا. بيقول يعني الكمبيوتر قريب من الباب. فين بقى الباب؟ ايوه اهو اهو. الله يا جماعه انا بحب الالعاب اللي من النوع ده، اللي هو تبقى ايه، تبقى تجيب انت البي سي وتجمعه انت، مش يبقى متجمع كده جاهز. يقول بط ذا كمبيوتر، ضع الكمبيوتر الاجزاء بتاعته ان ذا تراك اوف ذا كار، يعني حطها في شنطة العربية اللي اخ. اوعى تقول لي ان دي العربية بتاعتي. القرف ده، دي مصدية. يلا يلا عموما يلا خلينا ناخد خدها. تمام انا بقى اروح احطها في الشاحنة. حط ايوه حط هنا. يا لهوي، هو انا لسه احط قطعة قطعة؟ طيب يا جماعة انا فهمت حاجة، ان انت لو دوست ايه كتير كده فانت كده بتاخدها للشنطة. الشنطة ايه فانت كده خدتها للشنطه، فاهمين؟ فخلونا نعمل كده، كده هتسهل علينا. كنت فاكر بقى ان انا هعمل قطعه قطعه. حط دول، حط سريع 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 سريع. كل برسيم حاجة
بقى الكيسة دي، الكيسة بقى اللي هي نركب جوا الحاجة دي، حاجة جميلة جدا. انا بحب الالعاب اللي من النوع ده، بس اللعبة دي بالذات ما بحبهاش. ايه ده؟ سيمبل ماوس، ماوس بسيط. ده بيضحكوا عليا، ده جايبين لي كرتونة وعاملينها لي ماوس. المربع ده نروح نحط الحاجة كده، تمام. تبني المربع ده، يقول بقى جو هوم، يعني روح البيت. البيت فين؟ 1000 متر، يعني 1 كيلو. الواد ده اكتشاف. خلينا بقى نركب العربية، تمام. ايه ده؟ مش عايز تمشي ليه؟ يا ست تمشي. نسيت، مفروض اللعبة دي عشان عاملينها واقعية بالزيادة، في اللي هو الكوب ده، اليد دي اللي هي بتتفتح كده، بتتفتح من الاتش، تمام؟ تمام. يلا بينا. عزو ماما وكبر على كده، بابا بابا صبيا. ايوه وصلنا للحارة. يا حرام، ما فيكش راجل، جالكوا الاستريمر الجامد. كل برسيم. ايه اوف، ده مؤاخذة يا ريس، انا اسف. فين هو؟ يا عيني انا اسف. ايه ده؟ هو نص اخضر كده ليه ده؟ ايه الملامح دي؟ ايه ده اشكاله؟ قلت بقى عايزين ايه؟ كده؟ لا ناخد المهم، ناخد اول حاجة المهم، يعني هناخد ايه بقى؟ ناخد الكمبيوتر، لا مش كمبيوتر، اكيد عرفته بقى، ناخد الكمبيوتر او البي سي، وناخد الكابورد وايه والبوكس ده اللي هو مش ماوس، اللي انا لغايه دلوقتي مش مقتنع ان هو ماوس، وايه بقى والشاشه وبقى ايه ده. استنوا كده، مفيش ترابيزه هنا. ايوه ده اهي ترابيزه، ده جاهز بقى على البيت على كده. حلو والله، ما تعبوناش معاهم. بوستر حطه على ورايا ايه عشان لما استريم بقى يبقى شكله نظيف. حط بقى الكرسي البلاستيك ده بربع جنيه ده. المفروض بقى هنجيب الكيس اول حاجه، تمام. اللعبه تحكمها رخم شويه. حط، بيقول لك بقى ايه، حط هنا الميني بورد اللي هي المذر بورد يعني، والسي بي يو اللي هو البروسيسور، وكارت شاشة، ممكن تحط كارتين شاشة و SSD. دي كيس استيراد، يعني ممكن تحط 4 كروت شاشة عادي، يعني مش عارف ازاي، بس هي عشان استيراد يعني حط 4 كروت شاشة الفكرة. ايوه، هات بقى ايه، هات بقى الكابورت. بعد ما حطينا البي سي المفروض نحط الكابورت عشان نلعب عليه بقى كده. حط، تمام. هات بقى ايه البوكس ده، حط بقى ايه هنا، تمام. خلونا بقى نطلع نجيب الحاجه، القطع اللي هنركبها جوه البي سي ده. لسه عيني قاعد هنا يا جماعه، ما فيش هنا اسعاف تيجي تاخد الراجل ده، انا غلطت بالغلط كده. خش بقى ايه، حول الحاجات دي للبي سي، حط هنا. حط بقى ايه ده، كور اي 3 مسمينه بقى ايه، زنتل. انت المهم هنا السي بي يو، وده بقى ايه المذر بورد، وده الاس اس دي. نحط الاس اس دي ايه دي، رام رامات، وايه والهارد او الاس اس دي يعني. خلونا بقى نجيب بقى القطع. بس يا جماعه انا نسيت، حبيت هنوقف بس دي. عايز اشكركم على ال 106 مشاهده وعلى 27 مشترك، شكرا بجد. الفيديو مقترح على الناس بطريقه رهيبه، الفيديو ظهر للناس بتاع 2000 مره، 2000 مره ظهر للناس. شكرا لكم، وبرده عايزين نوصل الفيديو ده ل 10 لايكات كده باذن الله. تبقى ايه بقيت الحاجه ده، ايه بقى اللي هو ديسبلاي جرافيك كده. ركبنا كل حاجه اهو بقى. لا انا مش عايز اشيل الشاشه، حط اقعد اف. ايوه تمام. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ فين؟ خرب بيت الواقعيه يا اخي، هو هيفرقع في وشي ولا ايه؟ تاني مهمه، ريجستار اون ذا بلندر ويب سايت. يعني ايه بلندر؟ تعالوا انتوا كمبيوتر سامسونج زيرو.
مسمين يا جماعة، مسمين ال سامسونج سامسونج وزنتل. طب ليه بالذات يعني؟ وبدل بدل اورس زورس. ايه ده؟ والبيبر ايه ده؟ نقدر نغير انه كده الخ. بيقول لك بقى خش على الويب سايت، في هنا بقى ايه، سيميل مش جيميل، ابس سبيد تيست اللي هو هتعمل سبيد على الانترنت. انا عرفت افتكرت الحاجات دي. اوف ايه ده؟ ده الاسم غلط اصلا. اهو بلندر اهو، نخش احنا على بلندر. اخ النت ده نت من التسعين، ده حتى في التسعينات ما كانتش كده. ايوه بعد عناء فتحنا. بيقول بقى ايه ريجستر. يعني احنا نعمل ايميل في في بلندر ريجستر. حط بقى ايه بصمة الصباع، تمام، واسمك هنسمي الاسم تمام بينوكيو، عشان نبقى ستريمر جامدين في المستقبل. يعني ان شاء الله نبقى ستريمر في المستقبل، بس حاسس مش هيحصل يعني. تمام، بعد ما عملنا بيقول ايه اوبن ذا فون، يعني اطلع كده اوبن ذا فون. استنى انزل تاني، عايز اقرا اوبن ذا فون اب اراوند كي ان تشيك وان تيست. المهم يعني بيقول اخش على الماب وخلاص. خريطه اللي حواليا بقى، اللي حواليا بلاير انا وجاز ستيشن اللي هي محطه الهاوس 1 ده بيتي، ولسه في بيوت تاني ايه ايه ده يا ابني الاسامي الغريبه دي؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا افتكرت حاجه دلوقتي، افتكرت ان المكان ده اصلا مكان حمام، وعملت الكمبيوتر في الحمام. انا كده هستريم في الحمام بقى. نشيل دي ونحط قاعده بقى نبقى قاعدين مثلا. يا نهار اسود، انا في دماغي كلام. حط قاعده هنا كده واحنا قاعدين بنستريم. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بس يا جماعه كده بكون خلصت فيديو النهارده، اروح بقى عشان اصلي انا بقى. فيديو بسيط كده بس معلش بقى، زي ما قلت لكم ما بحبش اللعبه دي من الاخر. بس يا جماعه كان معاكم بينوكيو، بس نقول سي وسين ولا مع السلامه؟ عشان ما حدش يجي يمسكها ويقول لي انت بتقول سي وسين غلط. يلا يلا سي وسين.